اهلا بحضرتكم. الحقيقه قانون الاحوال الشخصيه المفترض او المزمع تقديمه في البرلمان اثار لغه وجدلا قبل ان يتم مناقشته من خلال لجان البرلمان. النائب المحترم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب كان صاحب فكره المشروع، ولاننا نريد ان يحظى هذا المشروع على نقاش يعني ناضج ومسؤول، احنا يعني هنطرح المشروع القانون من خلال صاحب الفكرة، وايضا هنطرح وجهات النظر المعترضة على مشروع القانون، خصوصا القانون هيعالج قضايا ملايين الاسر في مصر. عندنا حق الرؤية وحق الاستضافة ومشاكل الاحوال الشخصية المطلقين والمطلقات، قضايا بتهم يعني على الاقل 15-20 مليون اسره في مصر تقريبا. فانا معايا النائب المحترم الدكتور محمد فؤاد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. وايضا الاستاذه هبه عادل الباحثه في حقوق المراه، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور سيدنا محمد فؤاد، قول لي باختصار كده ابرز النقاط في المشروع اللي حضرتك مقدمه. هو طبعا القانون ده واحد احد من اثنين مشاريع قوانين مقدمه داخل البرلمان. تم تقديمه واحالته لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه يوم 27 ابريل سنه 2017 متقدمه النائبه المحترمه الزميله عبد الهواري بمشروع اخر، ففي مشروعين قوانين خاصين بالاحوال الشخصيه. المشروع بيعالج العديد من الامور، بسميها الامور الاجرائيه والامور الموضوعيه. فيها نقاط كثيره جدا خاصه في بتسهيل عمليه تسهيل اجراءات التقاضيه، البحث عن فكره الملف الواحد، امور خاصه باستحداث اشياء مثل شرطه متخصصه للاسره، امور متخصصه برضو ببعض المواد الخلافيه. في نقاط كثيره جدا في هذا القانون تعتبر تعديلات اجرائيه، الغرض منها تبسيط العديد من الاجراءات زي اجراءات النفقات والمشاكل المتعلقه بالنفقات، وفي امور تعديلات موضوعيه اساسيه اللي هي بنقدر نسميها المواد الخلافيه. قانون الاحوال الشخصيه بشكل عام في مصر ترخيصا، كان انا بقالي 3 سنين شغال في الموضوع، في 3 مواد خلافيه بس. ايه بقى هم؟ واحد ترتيب الحضانه. الحضانه، ترتيب انتقال الحضانه. ترتيب انتقال الحضانه. الحال يا دكتور ايه اللي موجود فيه؟ موجود ام ودي ماده 20 بقى، يعني الام وام الام ثم خالات وعمات الى ان تصل الى الاب رقم 16 تقريبا. يعني عند سن كام للولد والبنت؟ في القانون الحالي بتتكلم في سن 15 ثم يختار، يعني 15 ثم يمثل الصغير امام القاضي فيختار الصغير. الجديد ابقيت على هذه الماده ام غيرتها؟ لا، الجديد دخلنا فكره السلطه التقديريه للقاضي، ان القاضي بقى هو اللي يختار مش الطفل، القاضي هو اللي يقول. رقم 2 والرقم فترتيب الحضانه. ده ترتيب الحضانه، سن انتقال الحضانه. سن انتقال لو انا بتكلم في ده 15 9. رقم 3 فكره الرؤيه، تنظيم حق الرؤيه. الرؤيه او الاستضافه او أوكي. الاصطحاب يعني. فهم دول الثلاث مواد الخلافيه الاساسيه اللي هيبقى عليهم دايما الخناقه على طول. تمام. استاذه هبه عادل، اعتراضك ايه على المشروع القانوني اللي متقدم في البرلمان؟ اولا هو مش اعتراضي الشخصي، انا بنقل رسائل محمد. تمام. انا جاي بدا يجي لي رسائل كثيره وكمان. اول حاجه هو النائب المحترم ما قالش، بس هو قرر انه يعدل سن الحضانه عشان يبقى كام؟ يبقى 9 سنين. وانه يبدا سن تطبيق الرؤيه او الاستضافه من سن 3 سنوات. ليك حضرتك انك تتخيل انه طفل عنده 3 سنين، حضرتك بتبعته عند باباه وتطلب منه انه يبات يومين او 3 ايام. 3 سنوات. يعني انا هترك التعليق للمشاهدين علشان هم عارفين يعني ايه طفل 3 سنين، يعني ايه تاخده من مامته وتوديه تقعده يومين بره في مكان مامته مش موجوده فيه. ترتيب انتقال الحضانه، وفي فلسفه المشروع العامه هو قال في اكتر من موضع ان احنا رجعنا لمجمع البحوث، بنستفتي الازهر، بناخد روح الشريعه الاسلاميه. على الرغم من انه في فتوى صريحه صادره من الازهر برقم 740 بتتكلم عن انه الام مش ملزمه تودي الطفل للاب في المكان اللي هو موجود فيه لا رؤيه ولا استضافه الا اذا كانت هذه العمليه بالتراضي، وان الاب هو اللي عاوز يشوف ابنه يروح يشوف ابنه. القانون من بدايته يا فندم في اشكاليه كمان كبيره جدا، انه الصياغه بتاعه القانون هي تعزز تسليع النساء، يعني انه بيتكلم على انه المراه كسلعه. انه على الرجل ان انتفاع بها وما دام اقام عقد النكاح. هي الماده دي موجوده في الدباجه الاولانيه، لو المشروع موجود نقدر نبص عليها ونراجعها.
في السن. طيب ايه حكايه التلسيع تسليع النساء في الدباجه؟ لا انا ده كلام مرسل مش هقدر اتكلم عنه. يا الاستاذه عندها مواد معينه تقرا هي الماده، لكن تقول لي انا معيش نص المشروع بتاع حضرتك اللي طلعها لحضرتك. لا حضرتك جاهزه بقى معلش، ما انا حاجه تقول لي كلام مرسل فاخد تقول لي اقرا لي انت. انا مش هقرا. لا الدباجه مين كاتبها حضرتك؟ لا احنا كاتبين اقول لك ما فيش حاجه لا تسليع ولا بتاع. هي اصل بص دلوقتي احنا قلنا كلام مرسل على البيانات على المدعى. طلع الكلام مصح كلامه مظبوط. طلع يا فندم اديني طلع المقدم. ليه يا فندم حكت دي كان ايه؟ حضرتك مش مشهوره عندك. مش مشهوره عندك والله يا فندم المشروع. حضرتك يا فندم مش مشهوره عندك. نص القانون محمد فؤاد مش سهل. طبعا نص مشهوره عندك هو بيقول رايه برام يعني. فيعني احنا كمان اكيد لكن انت جبت من الدباجه بتاعه التسليم. في نص ماده انا لو اخذت المقترح في اي فاصل اقدر اطلع لحضرتك نص ماده موجود بلاته مع احد مجلس النواب، لانه هذه النسخه غير اللي مرهفه اصدرها فيها رد على بعض التساؤلات وبشكل مقتضب وما فيهاش من النصوص. كل اللي منشور يا فندم انا عايز حد يخش على جوجل دلوقتي يكتب قانون الاحوال الشخصيه هيطلع 70000 نسخه بي دي اف. يا ريت يا فندم حضرتك على جوجل. وهذا انا عملته قبل ما ادخل الدباجه بتاعه قانون الاحوال الشخصيه محمد فؤاد. في كتير. اول حاجه اسقاط عفى عن الزوجه اذا خرجت للعمل بدون اذن الزوج، على الرغم من انه حق العمل ده حق منصوص في الدستور وبينظمه حق لكل شخص. زي ما قلت لحضرتك فكره الاستضافه وعدم تنظيمها. فكره كمان والحديث عن انه الاجراءات داخل هذا القانون تخلق نوع من انواع المعالجه لاشكاليات مطروحه. انا افهم انه في الخلع يا فندم المحكمه بتندب حكمين لاقامه الصلح بين الطرفين. الحكمين دول في حد ذاتهم هم عبء مضاف على السيدة اللي بترفع هذه الدعوة، لأن تلزم قضائيا بأن هي تسدد رسم قد يصل من 300 أمانة قضائية من 300 إلى 500 جنيه. والأصل في الشرع أن هذا هم الحكمين حكم من أهلها وحكم من أهل الزوج. فلو أنا ببحث عن تيسير لهذه العملية كان من باب أولى أن أنا أطلب في هذا التعديل أن هذا الحكمين يقترح كل طرف من أطراف الدعوة هذا الحكم وأخفض هذه النسبة من الأمانة القضائية. الطرح الخاص بتنفيذ الرؤية والحضانة في هنا إشكالية خطيرة جدا. الرؤية هي حق للصغير مش حق للأب. في حالة الأب اللي ما بيلتزمش بتنفيذ الرؤية ما عندهوش عقوبة، ما فيش عقوبة، لكن الأم اللي بتمتنع عن تنفيذ الرؤية عندها عقوبة بالحبس وعندها نقل الحضانة. أقصى شيء ممكن تعمله على الأب اللي بيمتنع عن تنفيذ الرؤية إن هي ترفع دعوة وتسقط حق الرؤية. في حين في المقابل على الأم نفسها الحبس بالإضافة لنقل الحضانة. يعني هذا المنطق الغير عادل. يعني طب اقف عند النقطه دي سيادة النائب محمد فؤاد. يعني هو هنا في تفاوت على عقوبه الجرم بين الرجل والمراه. يعني بتقول لك العقوبه بتيجي عند على المراه في حاله الامتناع اكتر من الراجل. وانا قدامي هنا الدراسات بتقول انه 90% من مثلا المطلقين الاباء بيرفضوا دفع مصروفات الدراسه للابناء. هل انت معالج النقطه دي؟ نشوف الاول الجزء الاولاني ده اللي هو التفاوت في العقوبه ده معالجه عندك؟ تمام. بص احنا خلينا ناخد الموضوع بالترتيب. طيب اول حاجه الجزء الخاص بفكره سن الحضانه، وبعدين احنا برضو اتكلمنا هنا في موضوع قلنا فتوى. اتكلمنا اول حاجه اتكلمنا على فتوى في الترتيب. خلينا نتكلم الاول عن المواد الثلاث مواد اللي كنا فيهم اللي هي المواد الخلافيه اللي هي ترتيب الحضانه وسن الحضانه والرؤيه. هي ما تعرف بالمواد غير قطعيه الثبوت غير قطعيه الدلاله. اللي هي تنتفي فيها الحرب على ارضيه دينيه. لان الشرع 1920 كان سن الحضانه 7 وبعد كده 10 و9 وبعد كده 12 وبعد كده 15 وكده 18 ولو 20 ما فيش مشكله. فواضح في دي الامور بيسميها غير قطعيه الثبوت ولا قطعيه الدلاله. لا تمتد اليها عمل مفيش فتوى قاطعه في الشرع عليها. ما قطعيه الثبوت الدلاله ما ورد في القران والسنه. فاذا ودي انا مش انا بتكلم فيه. في تعديل القانون بتاع سنه 1900 في سنه 2000 لما تم تعديل القانون في 18 يناير وكان هناك حكم المحكمه الدستوريه عندما قالت ايه؟ ان كل ما هو تنسحب عليه المادة الثانية هو ما هو قطعية ثبوت الدلالة. وكنا من ساعتها بنستدل ان احنا محتاجين ندخل فكرة الـ 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 الاسترشاد بمداخل اخرى مداخل العلوم زي علم النفس وما الى خلافه عشان نقدر نوصل لهذه الامور. حاجة بس انا عايز ارجع لورا خطوتين. خلينا الاول نبدأ من نقطة اتفاق بنقطة اختلاف. يمكن كان الاستاذه كان لها تصريح في 3 ديسمبر 2017 قالت ان القانون الحالي لازم يتنسف من باب ويطلع قانون جديد بمفهوم حمايه رعايه الاسره. انا متفق معاها ان احنا
من الاول محتاجين يبقى عندنا قانون, من ثاني فيها رعايه الاسره. انا عايز اسيب موضوع اب وام واسيب بقى فكره الـ 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 الكلام بقى اللي هو اللي بتاع الدباجه والسلب المرأة على نفس الارضيه القصه كلها. فاحنا واقفين على نفس الارضيه الاساسيه اللي هي فكره حمايه الاسره. وعايز اطلع بقى الست والراجل بره الموضوع. انا عايز اتكلم عن المصلحه الفضله للطفل. وتعالى ننسى بقى مصر اللي احنا قاعدين جوه الصندوق ونخرج بره الصندوق عشان نتكلم على العالم كله. ده كلام محترم. نتكلم على العالم كله, نتفرج على الفكره الخاصه بتاعت سن وترتيب الحضانه وبينا نتكلم. مصر عندها فكره غريبه جدا, فكره اقحام الاطراف الثالثه, اب ام اب وخاله وعمه طب السعوديه ام اب, الامارات ام اب, عمان ام اب, تونس ام اب, الجزائر يعني ام اب, المغرب الام ثم الاب, الاول الام ثم الاب, العراق الام ثم الاب, لبنان الام ثم الاب, المانيا الحضانه الاصلح ام اب, امريكا الحضانه الاصلح في الام والاب, فرنسا الحضانه الاصلح والاب. فالاول حاجه نخرج الاطراف الثالثه دي, فانتقال الحضانه من الام الى الاب. فكره خاصه بسن انتقال الحضانه, انت عندك دلوقتي حاليا سن 15 سنه بتاع انتقال الحضانه, ده هو سن انك انت تخير الصغير. ايه فكره الصغير اللي بتخير ده بعد ما عاد 15 سنه على اي طرف من الاطراف. الجزء الخاص بموضوع الاستحاب او الرؤيه, هي عندها حق. انا طبعا انا مش هرمي طفل صغير على اي كنبه في اي حته 3 سنين. القاضي برضه هنا عنده سلطه تقديريه. بمعنى ايه؟ اذا ابدا الطرف, خلينا نتكلم على الطرف الحاضن لان بتفرق, مش شرط تكون الست مع الحضانه, لو الام متجوزه الحضانه مش معاها فهي نفسها اللي محتاجه استضافه. وفكره الاستضافه كمان مش معمول عشان حته الام والاب ومش في رحم. قانون الرؤية الحالي, انا دلوقتي راجل مطلق رجل وامي داخله معايا نادي الرؤية, واي من الموجود قالك سدي ما تخش لان الحكم الرؤية شخصي. امي ما تشوفش ابني, جدة الولد ما تشوفش عمته خالته, فمفيش الجزئية دي. فجزئية الاستحاب يكون تنظيم الاستحاب رضاء بالفعل. لكن حتة الرضا التام ديت, لو احنا متراضين خلاص مع رضا, بلاش قانون بقى. ما احنا حبايب بقى العرف بقى نديها العرف وحبايب ونخرج بره الموضوع ده مشكلة. فلكن لازم القانون ينظم هذا الموضوع. وعندك قاضي هنا بيحكم, بيقول احد الاطراف ان الطفل ده صغير ما ينفعش يتساب, والفكرة ان الحجية المتعدية دي مش هتنفع, وان الاب قد لا يؤتمن عليه بالنسبة للاستضافة. خلاص يعني فليقيد لكل من دلول, والقاضي بيحكم في الاخر. الموضوع ابسط من لوجيك قواعد الاثبات يا استاذ محمد. طيب قبل ما ارجع لك, بس معايا على التليفون اميرة محمد المتحدث باسم امهات مع ايقاف التنفيذ. استاذة اميرة اهلا بيك, اتفضلي. اهلا, مساء الخير, ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بكم جميعا. اهلا, اتفضلي. الحقيقه يا استاذ محمد انا بنشكر حضرتك اولا ان انت تفتح لي وقت, لان انا عايزه ابين بعض النقط بالنسبه لظاهره خطف الاطفال. خطف الاطفال, الحمله دي اصلا معموله لامهات تم اختطاف اطفالهم من قبل الاباء المطلقين لمساومتهم على اما التنازل او الموضه الجديده اللي طالعه ان هم يبتزوا الام بانها تمضي وصولات امانه. وفي امهات اتحبست بالفعل يا فندم بسبب الحاجات دي, يخطف الولد من الام ويقول لها مش هرجعه لك الا لما تمضي على شروط ماديه ملزمه ليكي او صولات امان على شيكات. وعلى فكره في محاميين عاملين الموضوع ده, محاميين مطلقين اقصد يعني. تمام, فانا عايزه حضرتك بس في نقطه ابين فيها عوار استاذ محمد. اسمح لي استاذ محمد سؤال عوار في المقترح بتاع حضرتك بالنسبه لنقطه الخطف. حضرتك مجرد مفيش قانون زي ما حضرتك قلت في بره قوانين استضافه واصطحاب, ده جميل جدا, والحضانه للام ده جميل جدا, بس ليه هناك بره كده؟ هناك بره عندهم الشعب كله على السيستم يا فندم, انت بتعرف منه النفقه, بتعرف تحمي الام الحضنه, بتعرف تحمي الطفل. فعلشان كده بيبقى فيه اصطحاب, انت ضامن حق الطفل وحق الام بره. تعالى هنا حضرتك, احنا عندنا بيقدموا شهادات فقر, بيتنصلوا من النفقه, في الحقوق اللي بتستخدم من قبل الاباء, مثلا حق تغيير الاسم, يروح ياخد الطفل يغير اسم, طبعا مش كلهم انا بتكلم في النقص يعني في اللي بيحصل, بيغير اسم الطفل, حق الحضانه, حق الولايه التعليميه اقصد, اللي هو بيروح فيه الاب اتاخد منه الحق ده بعد الطلاق بسبب تصرفات الاباء ان هم ينقلوا المدارس لولاد ثانيه, واخد بالك حضرتك؟ تنكيلا بالام, حق مثلا انكار النسب, اصبح دلوقتي نسبه انكار النسب وفي تحريض على يعني من الحمله, حمله التمرد, في تحريض صريح منهم. طيب. على اللي جوه. خليكي معايا لحظه يا سيادة نائب, الكلام ده انت معلم في المشروع؟ طبعا. بص خلينا نتكلم كلام مظبوط. انا هي الحاجه رصدت اعراض عديده للازمه, مفيش مشكله خالص. احنا عندنا دلوقتي اكتر من جزئيه. اولا انا صراحه ما عنديش احصائيات صريحه وهات وزاره الداخليه على التليفون لفكره الخطف ده قد ايه, فكره خطف الاطفال. يعني احنا بنتكلم اخر احصائيه شفتها 2016 1400 بس, كم من دولت لهم علاقه
علاقه باختطاف ما بين الابوين دي مش معروفه. 9% اخر احصائيه منشوره. لا يا فندم معلش حضرتك في النقطه دي في احصائيه عملتها جمعيه تنميه امور المراه في سنه كام في الميه يا استاذ امير؟ كانت 9% على عين 20,000 بس يا فندم. طب خليكي معايا وادي فرصه للسيد الناب بس يعقب وانا حصل انا معاك بس خليني معاك عشان اكمل برضه. لا هو بس عشان ما ننساش لا انا اللي هي طرحته حضرتك انا بالظبط انا فانا فالجزئيه ديت يعني طبعا بصرف النظر عن عشان ندخل في جدل الاحصائيات القانون الحالي بينظم فكره الخطف دي من خلال قانون الاجراءات قانون العقوبات قانون العقوبات لما بيتحدث على الموضوع ده عندك اشكاليتين. اشكاليه في قدره القانون نفسه على اسقاط عقوبه على ال 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 الطرف. خلينا برضه اتحدث عن الطرف الحاضن الطرف غير حاضن. الطرف غير حاضن بيخطف المحضون. الحاجه الثانيه التدخل الشرطي او السلطه الشرطه في تنفيذ امر او اعتبار فكره ان في اب خطف ابنه وام خطفت ابنها. طيب القانون الحالي بيعالج الموضوع ده ازاي؟ اولا الفكره الحاكمه او زي ما الناس بتتكلم على الخطف ما الخطف بيحصل ايه؟ يا انت خطفته وهو جاي من المدرسه يا انت رحت خطفته في اثناء الرؤيه. تمام؟ طيب اللي احنا بنعالج هنا الامر بيه ايه؟ بنعالج الامر بيه هنا بفكره الاستضافه او في الاستضافه او الاصطحاب. في الاستضافه والاصطحاب لما بيتحكم لك حكم الاستضافه او الاصطحاب وتمضي على فكره انك انت بتستضيف اصبحت انت ماضي على جرم ان لم تعيد الصغير. عندي بقى الضمانات الاتيه. واحد ان انا اذا امتنع من صدر لصالحه الحكم عن تسليم الصغير تحرك ضده جنحه امتناع عن تسليم صغير وياخد حكم وغرامه. ده القانون الحالي. ده انت اصلا مش شايفه. لو دلوقتي اب او ام خطف الابن وهو جاي المدرسه طب نسمعها عشان معانا على التليفون. اتفضلي مره واحده قولي ملحوظاتك. اتفضلي. طيب انا هسال سؤال بس يا زمان. احنا عندنا كل الدول العربيه في قانون يجرم خطف الصغير حتى لو على لسه الزوج على ذمه الزوج وبياخد فيها حد من 3 سنين ل7 سنين في كل الدول اللي هو ذكرها استاذ محمد. فهل في مقترح؟ احنا عندنا بلد ما بتكررش خطف اصلا ما بتعترفش بان في اب بيخطف الطفل والام بتتعرض للمقترح. طب هو بيأكد على صحه كلامك ولا مقترح استاذ محمد لو سمحت. طب عندك اقتراح؟ لا هنا يا فندم احنا في مطالب للحمله على الضبط واحضار للاب اللي بيكون بالعمليه دي. احنا ما نسيبش الاب يحتفل الام يا فندم اتفاق صريح وتتسجل. تمام. الام الحاضنه يا اما بتتنازل يا اما بتتسجل. ضبط واحضار للاب. الابهات اللي بتختفي وبتغير عنوانها ومحل اقامتها ومحل شغلها يتعمل لهم تتبع بمجرد تقديم قرار تنفيذ المحامي العام. قرار تنفيذ تسليم الصغير بتاع المحامي العام طلع لسرعه الاجراء قبل حكم الضم. يعني احنا مش عارفين دي الاليه اللي انا بقترحها. تمام. ان احنا علشان بشكرك استاذه اميره بشكرك حضرتك اتفقت معاها في نقطه. طبعا بص خلينا برضه نتكلم على حاجه. انا عايز اعقب بس عشان انتوا الاثنين صوت واحد هو اللي بيعقب هو اللي بيرد. تمام ماشي. احنا خلينا بس عايزين نتكلم بقى كلام علمي يعني. عملي. لا في ماده 290 عقوبات 6 شهور خطف الاباء غير متزنين بس انسى انها تتفعل لسببين. لا يجاوز السنه عند حضرتك 6 شهور. حضرتك قللت المده في مقترحك. المادة 292 بتتكلم حبس لا يجاوز سنة وغرامة 500 جنيه. حضرتك في المقترح بتاعك خليتها 6 شهور وغرامة 10,000 جنيه ومفيش ضبط واحضار. ثانية واحدة بس. ومفيش ضبط واحضار؟ مفيش ضبط واحضار. يا فندم ثانية واحدة. هو انا غيرت قانون العقوبات؟ المادة 290 دي قانون العقوبات دي قانون لا اقتراح حضرتك هنا. يا فندم ثانية واحدة بس كل حاجة هتجيب الهدايا. الخطف له عقوبة. بص قانون الأحوال الشخصية بشكل عام السنة 2020 لم يجرم. انا مجرمه من القانون. الجزئيه دي مجرمه من قانون العقوبات. ماده 292 بتتكلم على 6 شهور لا غير متزامنين. اتفقنا على حاجتين. ما حدش بينفذ القصه دي كقاضي. مفيش قاضي بيحكم بيها ومفيش شرطه اصلا بتاخد المحضر. انا هنا دخلت العقوبه دي من داخل قانون الاحوال الشخصيه نفسه. وعشان كده بتقول لك مفيش ماده. لا واذا امتنع الصادر لصادره الحكم الصالح لصادره الحكم عن تسليم الصغير حركت ضده جنحه امتناع عن تسليم صغير وحكم عليه بعقوبه الحبس 6 اشهر وغرامه 10,000 جنيه. ده انت مضيت انك انت استلمت اتحبست. عملت لك اللي القانون الحالي في المشروع. ده في المشروع. عملت لك ان القانون الحالي على اتحبست ازاي؟ انا في الحال يا فندم 292 بتقول سنه بما لا يجاوز السنه يعني ممكن تحب السنه. في المقترح ده بقت 6 شهور. طب دي اول ما ترجعها لاصلها. انا مفيش مشكله خليها سنتين. لا رجعها اذا كان داير بيهم يعني. لا مش تتجاوز سنه يا فندم. الماده دي يا استاذ محمد مش في الماده. احنا عندنا قانونين بس. انت عندك ماده 292 دي قانون اجراء ده قانون عقوبات. قانون عقوبات سوري انا اسف. قانون عقوبات هيفضل كمان يقول لي سنه مش كده. الخاص يقيد العام سياده النائب. اذا ورد اذا الجريمه في هذا
هذا القانون لازم قيد القانون العام اللي هو قانون العقوبات. هنا ملزم ان هو العام قانون العقوبات 6 شهور. ست شهور لا بما لا يجاوز سنه. خليها 3 سنين ما عنديش مشكله. هي الماده كده بما لا يجاوز سنه. طب خلاص هو موافق يغيرها. طلعنا من الحلقه بحاجه كويسه مثلا. مش لا بالعكس في حاجه كمان وهقيد الخاص قيد العام قيد الماده دخل داخل نص القانون. احنا مش مختلفين. الاب اللي ياخد اللي يخطف طفل لازم يعاقب. بالعكس ده انا عايز اوصل معاك برقبته كمان. انا عايز اوصل معاك القانون الاجراءات القانون الاجراءات الانسان اسف قانون العقوبات الحالي لا يجرم هذا الموضوع ولا التنفيذ بتاعه. صغير الماده بالشكل اللي عايزاه ياخد اعدام كمان ياخد اعدام ما عنديش اي مشكله خالص. ما انا يعني انا قانونيين مهتمين بالمشكله دي. لا هو اللي بيشرع في البرلمان ابعتوا له ما تتفقون عليه. انا منتظر اخد فرصتي في التعبير عن وجهه نظري عشان اقول. طيب يعني انا هاخد اسماء وارجع لك. اسماء من القاهره. الو اتفضلي يا اسماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي يا فندم. حضرتك انا ام لطفل من الاطفال المخطوفين من قبل الاباء. انا كنت بنفذ قانون الاستضافه من قبل ما يبقى فيه استضافه اساسا من 3 سنين. انا ابني انا اتجوزت شهر ونص بس من لواحد من الاقصر واتفقنا ان احنا هننفصل ودي جدا ومفيش اي مشاكل ولا اي قضايا. كان بيجي طول ال7 سنين القاهره بينزل القاهره يشوف ابنه في اي وقت عندنا في البيت. هو تزوج بعد الانفصال على طول وخلف ربنا رحمه 3 اولاد. كان بيجي في اي وقت وبعدها بتروح بيت مراته وولاده واي حد بينزل من الاقصر كان بترحب بيه جدا. انا كنت منفصله 8 سنين لحد ما جيت في 2015 قررت ان انا اتجوز لان ابني كبر ومراته كانت عامله صاحبتي وطمنتني جدا ان الولد هيبقى معايا وانا متكلمه معاه في الموضوع ده وما تقلقيش اخده منك وانت ام وانت الاحقي والكلام ده كله. لحد لما يوم 28/10/2015 جه عم ابني علشان يزورنا في البيت الجواز ويبارك لي. خد الولد على انه بابا موجود في القاهره هيفسحه يوم واحد ويرجعه لي ثاني يوم. من اليوم ده انا ما شفتش ابني. الكلام ده بقاله كده 3 سنين 3 سنين وشهر بالظبط. ما شفتش ابني ما اعرفش عنه حاجه. عرفت ان هو نقله في مدرسه دون المستوى لمجرد ان قريب مدير المدرسه قريبه. ما بيخلوش يحضر ما بيروحش الامتحانات. بيتعمل لنا قضايا كيديه. الاقي نفسي انا والدتي لما نيجي نعمل واخدين قرار تسليم صغير واخدين حكم الاحكام طبعا طالعه لصالح والدتي واخده حكم ضم واخده ولايه تعليميه نيجي ننفذ ننزل الاقصر نلاقي نفسنا انا والدتي واخدين احكام حبس شهر عشان ما بيجيلناش اعلانات. مره سب وقذف مره ضاربين ناس. بنعمل استئنافات والحمد لله بنطلع براءه. في كل مره بيتبلغ من كل مكان حتى الفندق اللي بننزل فيه اللي عيون فيها هناك في الاقصر بيتبلغ ان احنا موجودين وجايين نستلم الطفل بياخد الولد وبيهرب. حضرتك يا استاذ محمد دلوقتي فين القانون اللي بيجرم الاب اللي بياخد الطفل ده؟ حضرتك بتفكر غرامه احنا رفعنا جنحه عدم تسليم صغير ما خدش فيها اي حاجه. وصلت الرساله عشان معايا تليفونات كتير. في عجاله سيادة نائب محمد فؤاد تعمل ايه؟ بص احنا عندنا واضحه المشكله بس احنا عندنا هنا مشكلتين. عندك مشكله العقوبه اعتماد او اعتداء بالعقوبه نفسها. عندك مشكله تنفيذ العقوبه. يعني انا القانون ده انا اقبل ان هو يصدر الى النور من غير ما يبقى عندنا فكره الشرطه المتخصصه. انا عايز شرطه متخصصه. ده حل مهم. انا عايز انفاذ. يعني انا متفق مع الاستاذ بيتكلم على العقوبه ما ان جرمها خلال 2 3 سنين مش فارقه. طيب انا عايز عقوبه عايز انفاذ. في هذا المشروع ناصص عليه بشكل واضح شرطه متخصصه. بالظبط شرطه متخصصه. هاخد شهيره من الشرقيه. اتفضلي يا استاذه شهيره. شهيره اهلا بيك. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. لو سمحت انا عندي مترجاه ان انا بدي ابني يكون جنبي. ابنك عنده كام سنة؟ ابني عنده دلوقتي 3 سنين. جده حلينا كنا رافعين مع بعض مع المحكمة وجينا حليناها بالتراضي. جيت انا قاعدة في الغردقة بنزل كل 3 شهور اشوفه 10 ايام. جيت اخر مرة ديت انا مش عارفة اشوفه. جده حلف عليه نشوف لغايه صممت دفعت 2000 جنيه للمحامي بتاعهم او اتنازلت عن كل القواضي واتنازلت عن كل حاجه عندي. بس مش عايزين اشوف ابني خالص. انا بترجاك انا بنزل من الغردقه كل 10 في كل 3 شهور او 4 بنزل 10 ايام. مين اللي معاه الحضانه؟ ايه؟ اللي معاه الحضانه مين؟ اللي معاه الحضانه المحامي بتاعي قال له ان مامتي متوفيه هو اللي مطلعني الاول. مين اللي معاه الحضانه؟ كانت عشت صعبه. ايوه مين اللي معاه الحضانه قانونا يعني؟ القانون المحكمه قالت يبقى مع مين؟ جدته عم الاب. جدته احنا كنا حليناها بالمحكمه من غير محكمه. ام الاب حليناها من غير محكمه واتنازلت عن القواضي كلها. طيب خليك معانا نوضح لك الموضوع. دي اخد ايمان من الجيزه. دي كويسه الحته دي يعني. طب اخد ميشيل من القاهره. ميشيل
ميشيل. ميشيل اتفضل. ايوه مساء الخير يا فندم. اتفضل اهلا بيك في عجاله بس عشان الوقت. اتفضل. اه بالنسبه للزوجه عامله لي قضيه نفقه وهي خدت النفقه حضرتك، بس هي كانت عامله قضيه حجر عليا وخدت معاش بتاع والدي اللي انا مستحق ان انا باخده. فخدت الفلوس مرتين. فهل القانون ان هي من حقها تاخد معاش والدي؟ طيب ماشي حاضر. شكرا. شكرا. ست نائب فيما يتعلق بموضوع الشرقيه، الست اللي انت الست دي عندها حاجه يعني، خلينا دي بس نبذه تاريخيه. القانون ده بنعمله كان في نائبه اسمها سهيره الحادي قدمت قانون تعديل ماده الاصطحاب او الاستضافه عشان الموقف ده تحديدا. لان الاساس في الموضوع الام غير الحاضنه، لما الام تكون متزوجه او لما تسقط عنها الحضانه وتكون الحضانه مثلا راحت عند ناحيه ام الاب، بقت هي نفسها اللي محتاجه تنظيم الاستضافه. يعني القانون الحالي ده لو في تنظيم لفكره الاستضافه هتبقى هي اللي لها حق بالظبط في الاستضافه والرؤيه، لكن هي في القانون الحالي هي قانون الرؤيه بس، ما جاش الرؤيه خلاص. فالاستضافه ديت بقى ارجع اقول انها بتنسحب على الطرف الغير حاضن، يعني بيستفيد منها الطرف غير حاضن واهل الطرف. معالجها هنا ودي فدي في معالجه، يعني نفس الفكره دي. ميشيل واضح من اسمه انه مسيحي. هل قانون احوال الشخصيه للمسيحيين والمسلمين؟ لا مسلمين بس، لا لان لو كان الدستور في قانون احوال شخصيه غير المسلمين. غير المسلمين انت بترد عليه تقول له يعمل ايه؟ لا ميشيل هو فاهم غلط، هو مش ممكن يملهاش الحق ان هي تحجر عليه. هو فاهم غلط، هي بتنفذ على معاش والده. هو ليه احقيه في استيفاء معاش والده، فهي بتنفذ الحكم الصادر ليها من معاش والده. طيب بسرعه ان هو المعلومه مغلوطه بالنسبه طبعا المشكله واضحه. انا اتمنى ان الدور يجي عليا والله. هجي لك اخو حامد من الدقهليه. اتفضل يا حامد في عجاله نصف دقيقه. يا حامد اتفضل شويه. حامد عليكم السلام، اهلا بيك. يا استاذ محمد. نعم يا فندم. بنتي الطاهرة حامد محمود سالم خضر من محافظة الدقهلية مركز سمي متجوزة السيد محمود علي عمران وجوزها اتجوز عليها عرفي وخد فرشة من الشقة بتاعتها كل قيسه وراح العاش ومش بيدفع اي حاجة إلها، وبندور عليه في العاشر ورحنا الجناز في الموقف في الاردنيه، موقف الاردنيه وصادر كام حكم له. طيب خليك معانا حاجه، قولي له ايه خصوصا انتوا عايزه خد عليه منقولات زوجيه طيب تاخد عليه حكم بالحبس وتنفذ عليه. اتمنى يا محمد تكون سمعت الموضوع ده. طيب اخو طاهر اتفضل من القليوبيه. طاهر اغل الو طاهر. طيب اتفضلي. اولا نحط بس ارضيه كده صغيره انه احنا مش في صراع، ما هوش فعلا نساء وما هوش رجال. احنا في مصلحه الاسره المصريه بكل اطرافها، ام واب وطفل. اتفاقيه حقوق الطفل بتقول انه سن الطفوله لحد 18 سنه. فلو احنا بنتكلم عن ان احنا عايزين ننطلق للمعايير الدوليه، يبقى معايير الدوليه تبقى 18 سنه. قانون الطفل لما تعدل اخذ الاتفاقيه كجزء من قانون الطفل، فبالتالي كل ما هو دون ال 18 سنه هو طفل. فلو احنا بنتكلم عن تنظيم عمليه سن الحضانه، هذا القانون واضح في هذه المساله. طيب ايه الارقام اللي موجوده عندنا اللي بتقول ان احنا عندنا مشكله او ما عندناش مشكله؟ انا عندي 83% من الابهات ما بيلتزموش بتنفيذ الرؤيه. انا عايزه عقوبه بالحبس على الاب اللي ما يلتزمش بتنفيذ الرؤيه، لانه ده بيأثر على الطفل، بناء الطفل. الحكايه هو مش حق للاب، ده هو من حق كل طفل انه يشوف ابوه وانه يقعد. واضح واضح دي. قولي عندي 88% من الابهات ما بيدفعوش نفقات وبيتهربوا من النفقات. عندي من 92 ل 95% ما بيدفعوش مصاريف المدرسه. في المقترح اللي مقدمه سياده النائب مشكورا بطلب نقل الولايه التعليميه الى الاب، في حين ان الوضع الحالي ان الولايه التعليميه للحاضن. تيجي هنا الاشكاليه اللي كانت الستات بتتكلم عنها في التليفون واللي احنا بنعاصرها كمحامين، انه الست حاطه ابنها في مدرسه كويسه، مدرسه دوليه، مدرسه خاصه، مدرسه تجريبيه. ده كلام مظبوط، بس انا عايز اتاكد من صحه المعلومه. حضرتك مدي الولايه التعليميه للاب مطلقا كده؟ مفروض تعمل الاب قبل فعلا. تمام. طب ده مش عيب بناء على التليفونات اللي احنا سمعناها؟ لا مفيش عيب ولا حاجه، ما هي كده في القانون الحالي. القانون الحالي موجود. لا القانون الحالي الولايه التعليميه للحاضن يا فندم. للحاضن اللي معاه الحضانه هو اللي عنده الولايه التعليميه. وكمان في تعديل اللي هو اصدار قرار وقتي من القاضي الامور الوقتيه بالولايه التعليميه من غير قضيه. فبالتالي الولايه التعليميه للحاضن بتفرق في ايه يا استاذ محمد؟ ان كنت حضرتك تتفاجئ ان الام تروح المدرسه تلاقي الاب قدم طلب للمدرسه ونقل الولاد من مدرسه عاليه جدا لمدرسه منخفضه جدا جدا في المستوى نكايه في الام. طيب وبالنسبه لوضع الطفل او مستوى الدراسي، احنا سمعنا هنا الحاله بتاعت الاقصر بتقول نقله في مدرسه دون المستوى ما بيودهوش وما فيش وما فيش وما فيش.
طيب فكرة تنظيم الولاية التعليمية مع الحاضن انه اللي عنده الولد هو اللي بيباشر الامور التعليمية، واذا كان في خلل نقدر نرجع للقاضي نقدم قضية برد هذا التصرف، لكن لما دي الولاية التعليمية المطلقة للاب وهنا عندي اشكالية، الاب عايز يتنصل من النفقات، فلو امكانية الاب تخليه يدفع مصروفات كويسة للولد في مدرسة، لا هيوديه مدرسة قليلة عشان ما يلزمش، لانه الالزام بمصروفات المدرسة التزام قضائي على الاب، فادي اول اشكالية واضحة. كل دي اول كده دي اول ده انا عندي ده انا عندي في عجاله عشان النائب يرد عليه مره واحده. طيب ما هو انت قلت 83 88 92 85 ما بيدفعوش نفقه، فهم انا كاتبهم ايه ثاني في النفقه هنا ما فيش معالجه للاشكاليه الاساسيه اللي هي ان بنك ناصر اللي تمويله من فلوسنا احنا كشعب، احنا اللي بندفع الرسوم اسايه جواز وشهادات الميلاد وكل ده، في الاخر لما بيجي يصرف النفقات حاطط لسته طويله عريضه من الضمانات والحد الاقصى 500 جنيه. 500 جنيه في هذا الوضع اللي الدوله بتقر فيه ان الحد الادنى للنفقات 1200 جنيه، وانا ما عنديش هنا معالجه مين صندوق مجلس اداره صندوق بنك ناصر، هل المتضررات اعضاء في صندوق بنك ناصر عشان يقدروا يقولوا ما فيش عمليه التوزيع المالي يعني عمليه ضمانات كتير كتير، دي احد الاشكاليات الهامه. طيب سياده النائب بيقترح انه يبقى في شرطه متخصصه للتنفيذ. خلينا نتكلم عن الصوره الاخرى بقى اللي على الجانب الاخر للدول المحترمه اللي بتنفذ الاستضافه بشكل محترم، انه الجهاز كله والدوله بتدعم هذه العمليه، انه لو الاب مقصر الدوله هنا بتتدخل وتدعم هذا الطفل بامكانيات ماديه، بتوفر له مصروفات ماديه، بتحط له في صندوقه في المدرسه، بيبقى فيه كارت للطفل بيخش بيه المدرسه، لو ابوه مش مالي الكارت الدوله نفسها بتملي له الكارت والاداره علشان يبقى متساوي مع مستويات الاطفال. الضبطية القضائية اللي بنتكلم عنها هنا بيتكلم عن انه الضمانة اللي محطوطة هي استصدار قرار بالمنع من السفر، انا اقدر اعمله دلوقتي في القانون الحالي. يعني هذا القانون لم يضيف جديد في هذه النقطة. الاشكالية الاساسية انه هو بياخده داخل جمهورية مصر العربية، انا عندي ام الاب خطف ابنها وراح قعد بيه في المنصورة وكان متجوز ست تانية والولد شاف سلوكيات مشينة جدا، رجع الولد مدمر نفسيا، الام بقى لها سنتين بتعالج في الولد نفسيا وبتدفع له مصروفات في مدرسة عالية وابوه مليونير مش عايز يدفع النفقة اللي قررتها المحكمة اللي هي في الاخر 450 جنيه. ليه؟ لأن قواعد الإثبات كمان هنا اتكلم سيادة النائب عن السلطة التقديرية للقاضي في عملية التخيير في الرؤية والاستضافة وتقرير السن. هذا كله قائم على توفير مستندات يا فندم. احنا في دولة حتى هذه اللحظة انا ما اقدرش اخد مستند، اجيب مستند منين اذا كان انا علشان اكشف عن سرية حسابات الزوج واقدر اقول انه عنده رصيد بنكي او عنده امكانيات بنكية وبالتالي يلتزم بنفقة ولاده، ما اقدرش. المحكمة بتدي تصريح، محكمة الاستئناف ترد وتقول لا يمكن. عشان نرد على كل هذه النقاط ست النائب اتفضل. طب اول حاجة عايز اتكلم، هي اتكلمت بارقام، الارقام دي قريبة من الواقع. لا خلينا نتكلم على حاجة عشان بس الارقام دي تبدو حقيقية لكن هي لا تعبر عن الواقع. لما نتكلم على 88% من الـ من الـ من لا يدفعون النفقات، لا يدفعون النفقات، ما الكلام ده مصدره ايه؟ في قضية رؤية واحدة بترفع قدام 16 قضية نفقة. فلو انت عندك رول المحكمة في نفقات صغير اول صغير تاني، نفقات ولاده، نفقات حلاقه، نفقات كهرباء، نفقات مدرسه، نفقات ترم اول ترم تاني ترم تالت، فعندك زوبعه قضايا نفقات بتترفع قدام قضيه رؤيه واحده بس. فيبدو لقارئ الارقام ان هناك الخلل الاكبر، يقول لك يلا رجاله ايه اللي عايزه تشوف دي، ده هم 10% بس من القضايا قضايا رؤيه و90% قضايا نفقات، صح؟ لان مفيش نوع نفقه واحده، في 16 نوع نفقه. فدي ظاهره انفجار رقمي، يعني معنى ذلك ان احنا نتحدث عن فكره ان احنا بنسيق ارقام عشان تبدي وضع غير معين. ما بقولش ان الناس ملتزمه، مش دي القضيه، لكن مش مره اخرى عايز اخرج من ساحه الاقتتال واقول مصر دوله زي بقية دول ربنا. فكرة انتقال حضانة ما بين اب وام، فكرة سن حضانة مش مرتبط بسن ال 18 سنة، ما فيش حد عنده 18 سنة اللي بلد واحدة بس هي المغرب. هي لكن طيب انا عايز اعرف الحضانة التعليمية للاب اللي حضرتك اعترفت وقلت نعم انا الولاية التعليمية الاب او الحاضن في القانون الحالي الاب او بتصريح من او الطرف او الطرف الحاضن بياخد بيها حاجة عامل او ولا قصرتها على الاب. انا ما غيرتش فيها، لا هي في القديم الحاضن ما غيرتش فيها من نص القانون الحالي، لا 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 القديم القديم الولاية التعليمية للحاضن للاب او الحاضن او الحاضن فقط. حضرتك كاتب الحاضن. طيب انا يعني مع بس تعزيز ماده 54 من قانون الطفل رقم 126/2008، تكون الولايه التعليميه على الطرف الحاضن عند خلاف عن محقق مصلحه الطفل الفضله يرفع اي من ذوي الشان الامر رئيس محكمه الاسره بصفه قاعده امور الاستعجال الوقتيه ليصدر قرار بامري على عريض صاحب على عريض دون ده القرار الوقت يا فندم. طيب في عجاله انا بس في ناس كتير عايزه تعمل مداخلات بسرعه شديده يا جماعه ارجوكم اخر
طاهر اتفضل بسرعه نصف دقيقه قايل الكلام ما يعني ما قاله دل. اتفضل اتفضل طب اسامه اتفضل يا اسامه اسامه اتفضل يا اسامه اسامه بسرعه يا جماعه والنبي بسرعه الو الو ايوه يا فندم اتفضل سامعك انا بس عايز ارحب بالدكتور وارحب بالاستاذ بس انا كنت عايز اسال الاستاذ سؤال اتفضل وتكرر على لسانها كم مره من ساعه ما الحلقه ابتدت حبس الاب حبس الاب طب دلوقتي الاب ده لو اتحبس حضرتك هتاخدي نفقات منين تمام سؤال ماشي سؤال منطقي وانا هخليها تجاوبك عليه ماشي اخد امنيه من الجيزه طيب خلاص ماشي يعني هو المتصل بيقول لك انت اذا كررتي كلمه حبس الاب لو اتحبس الاب هتدفع نفقات منه ما هو اللي هيتحبس ده ما بيجيش الرواية ما بيدفعش نفقه فانا اصلا ما باخدش منه بس انا هرد عليه السؤال بسؤال طب الام لما بتتحبس لعدم تنفيذ الرؤيه مين هيرعى هذا الصغير هي عمليه متوازنه طيب انا الحقيقه عايز اوصل في المقابل في طفل في طفل تمام هو 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 الحاسد نائب يعني يعني انا خلصت من كلامه انه حريص على الاسره واعتقد انت نفس المنهج في مرونه في لو احنا قربنا وجهتي النظر في نقاط يعني قولي لي كده انا عارف ان انت ما شاء الله مفوهه طيب. انا نريد من القانون الجديد 1 2 3 اول حاجه فكره الولايه التعليميه تظل للحاضن لانه هذا المنطقي ان اللي ما عنده حضانه الطفل هو اللي يتولى الامور التعليميه واذا حصل خلاف ارجع هنا لقاضي الامور الوقتيه بطلب وقتي تمام الفكره الثانيه هي فكره انه الالتزام باداء النفقات هو مقرون بحق الاستضافه في القانون الحالي هو قرنه بحق الاستضافه وانه يحجب من حق الاستضافه اذا كان ما بيؤديش هذه النفقات وده شيء محمود احنا بنؤيد هذا الشيء الحاجه الثانيه في حاله خروج الزوجه للعمل دون اذن الزوج لا تسقط عنها النفقه لانه العمل حق مقرور في الدستور فما ينفعش ان انا اخالف هذا الحق او ان انا اتعدى عليه عندي كمان في الاستضافة انا علشان اعمل الاستضافة لازم يكون عندي جهاز قضائي كامل انا عايزة زي ما قالت الاستاذة اللي اتكلمت المتحدثة في التليفون التتبع الداخلي لا يكفيني يا فندم منع من السفر طب الشرطة من القاهرة دي مش كفاية اللي هو لا لانه في نص القانون هنا مفيش معالجة لهذه الشرطة من اين تكون ميزانيتها هل هي مركزية ولا موجودة في داخل كل قسم شرطة ايه هي الوسائل الموجودة لها هو مجرد نص هيصبح نص غير قابل للتنفيذ عمليا زي بالظبط يعني في بدايه حديث سياده النائب قال انه انا بهتم جدا بفكره الملف الواحد، فكره الملف الواحد موجوده في قانون من 2004 في تعديل قانون الاسره لما اتعمل كان هو فكره الملف طيب الواحد ماشي. هذه الفكره لم تدخل حيز التنفيذ كما كان مقرون بيها نتيجه الخلل اللي موجود في ازدحام القضايا التكدس قله اعداد الجهاز القضائي وحاجات اشكاليات كبيره بالظبط دي نفس المشاكل اللي هتواجهنا هنا، فانا لما اقول شرطه اسره وانا ما عنديش لو تمام. ولا ميزانية ولا قليل سيادة النائب هختم معك يعني انا اعتقد ان كلامها واضح وانا برضو عايز افهم هل يمكن ان يكون شرطة متخصصة هل ده يحتاج لاجراء قانوني قانون جديد احنا عندنا طبعا احنا عايزين هيبقى في اجراء لانشاء فكرة الشرطة المتخصصة دي الحاجة برضو اللي مدخلها فكرة ان القاضي يبقى عنده سلطة تقديرية لان القاضي القضاء حاليا كان معانا قضاة شغالين معانا في هذا المشروع كان بيشتكوا كثيرا فكرة ان القاضي ليس له اي يد او يتدخل في الموضوع فكرة ربط فكرة النفقات انا ما عنديش مشكلة حتى كان كتير جدا من تعاملت مع مجاميع كتير السيدات مع عائلات انا معاك ان البنك الناصر الجزء بتاع النفقه فيه سيء وفي مشكله برضو بنحمل بيقول لك شروط رهيبه علشان تصرف في ضمانات غير بنحمل قانون الاحوال الشخصيه فوق طاقته فكره اللي هو اثبات الدخل اذا كانت الدوله مش عارف تثبت دخل الناس عشان تدفعهم ضرائب في قانون الاحوال الشخصيه هيحل الهعاده المايله لكن انا بتكلم على الاقل حطيت نسبه وما عنديش مشكله على فكره امسك بند النفقات اللي انا عامله ده اقطعه ولو حد عنده نفقات يقول لي بند نفقات انا متبني بند نفقات حضرتك تجيبه لي احطه زي ما هو في قانون الاحوال الشخصيه ما عنديش مشكله بالعكس انا مع فكرة ان لازم الطفل يتصرف عليه تمام ورغم ان كل دول العالم ما بتقرنش فكرة الانفاق بالرؤية لا انا عايز انفاقها بالرؤية لكن مع ان الطفل يعيش وسط اسرة تمام. لكن شغل النسانيس ده بتاع انك انت تشوف طفل يوم الجمعة 3 ساعات على سلم مركز شباب خارج ده ليس له غير الدنيا كلها شغل القرود ده موجود في مصر بس غير ادم ثم نخرج الاطراف الثالثة بره المشروع طيب. حضرتك عامل مشروع رائع انا اتمنى على حضرتك انك تستضيف في لجنة استماع طبعا صفحات المجتمع المدني طبعاً. والمطلقات والمطلقين طبعا ويبقى فيه
يعني انا لو خرجنا من الحلقه بهذا الاقتراح يبقى شيء رائع جدا. سياده النائب واعتقد برضو النائبه زميلته اللي مقدمه مشروع تاني عندهم كل الاستعداد لان هم عندهم قانون لحل مشكلته. اصعب كتير. خلينا في النائب محمد. لا ماشي خلاص. وهو يعني اعتقد انه عايز 10 حلقات الحلقه دي. اعتقد انه كان من المرونه بما يكفي. صحيح. والحقيقه بشكرك سياده النائب محمد فؤاد وانا منتظر انه قبل ان يطرح على اللجنه العامه في البرلمان او اللجنه الشؤون التشريعيه يبقى فيها جلسة استماع من اصحاب الشأن. خلينا نقول يعني بس حاجه سريعه جملة أخيرة. ان 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 السيد الدكتور عبد الهادي العاصي بريئ رساله التضامن اعلن امس ان سيكون هناك حوار مجتمعي. حلو. والحوار المجتمعي ده هناخد فيه في المقام الاول المتخصصين. يعني احنا عايزين نسمع والمتضررين اللي هم اصحاب القضيه. بس انا عايز اسمع الاول المتخصصين عشان يبقى القانون عام ومجرد. بعد كده ندخل المتضررين. احنا نتمنى كمحاميات انه يتم دعوتنا وانا هنثق مع حضرتك. بشكرك استاذه هبه عادل. بشكرك النائب المحترم الدكتور محمد فؤاد. يعني ونفسي ترجع بقى للهيئه البرلمانيه لحزب الوفد علشان كنت عامل لهم برضو صيت جامد جوه البرلمان. اعزائي المشاهدين بشكر زملائي في المصورين وبشكر المخرج محمد حسن. تصبحوا على وطن. محمد رضا.